اجتمع بعمان مجموعة من مشاهير الإعلام والمؤثرين بالمجتمع بافتتاح عمان ديزاين ويك، ومن بينهم باسل ومريم يلي مثل ما لاحظتوا لهم يومين غايبين عن الاستوديو. وهي هي السنة الثانية يلي بنطلق فيها أسبوع عمان للتصميم ويلي بتدعم فيه الملكة رانيا كل المواهب الشابة المهتمة بهالمجال. لكن قبل الافتتاح الرسمي كان في لقاء خاص معها، والكل أكيد كان متشوق جدا لهالحدث المهم. طيب يوم مهم كده زي ما احنا شايفين، كل الناس شياكة 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 شياكة، بس طبعا مش هنقول اليوم ده فيه ايه عشان هنبقى نحكي لكم بعدين. لا وهي فين لوجينا ايه وعلا اليوم اتس بيج داي. بروح اقول لكم ليش هلا انا مش قادره وهن ما اكتفوا بالكاونت داون، فنقلوا الاجواء من قلب الموكب المتوجه لهاللقاء المهم. بس مش هتستنوا كتير عشان اول ما الصور تيجي هنزلها لكم وهتنتشر في كل حته. وبعد ما نشر الحساب الخاص بالملكة رانيا العبدالله على انستغرام هالصوره، انكشف سر الزياره وصار حديث الكل على السوشيال ميديا. شيء تحقق، انا كنت عن جد بتمنى من زمان زمان زمان. النهارده كان يوم من اهم الايام الدنيا، وقابلت سيدة من أعظم السيدات في العالم. والكل عرف أنه أيمن الزيود، لجين عمران، باسل ألزارو، مريم سعيد، جوال، علا الفارس وإبراهيم باشا جمعوا لقاء خاص بالملكة رانيا تناقشوا فيه بتفاصيل أسبوع التصميم وحكوا عن دعم الشباب والمؤثرين بالمجتمع لهالحدث، كونهم هن من أهم الإعلاميين والمؤثرين بالعالم العربي وبيوصل متابعين على السوشيال ميديا للملايين. الأسانسير ده يا جماعة فيه أكتر من 90 مليون فولوور بنفس الأسانسير. ولهيك وجودهم بهاليوم كان ضروري ليعطي أسبوع عمان للتصميم فرصة أكبر للانتشار بالعالم العربي بما أنه بعده ببدايته. واللقاء كان لمدة نصف ساعة، ومن بعدها توجهوا للغداء والفيديوهات كملت. لكن في شخص واحد حاول يهرب من كل الفيديوهات، بس بالآخر نجحت محاولات باسل. فاينلي مع أيمن بيك الإكسلانس يا جماعة. وكرمال هالمناسبة كمان قرر أيمن يعمل إنستغرام لإله، وكتب مع أول صورة بما معناه أول ظهور إعلامي لي منذ أن تركت الشاشة، أتساءل إذا هذا يعني أني أشتاق إلى الظهور على التلفزيون. والصورة الثانية كانت مع الملكة رانيا، وبما أنه هي أول زيارة لمريم للأردن باسل حب يقوم بدور الجايد. وفسحنا مريم وريناها الأردن وأظن أنها اتبسطت. أما لوجين فكان عندها تور خاصة فيها، والمشوار بعمان كمل مبارح بالافتتاح الخاص لأسبوع عمان للتصميم، وأكيد نحن كنا معهم. وهالتصاميم تميزت بأسلوب عصري وبسيط إن كان بالمواد المستخدمة أو حتى طريقة عرضها، والكل كان منبهر بالتصاميم. هو الملح وهنو الجدع تبع شجرة الزيتون عمرها 200 سنة. وشفت لين المصممة كثير حبيت الفكرة. ومن التصاميم يلي ربطت بين الماضي والحاضر هي هالمرجوحة يلي شكلهم باسل ومريم أعجبوا فيها. وهالمعرض يلي جمع أكثر من 100 مصمم من العالم العربي عاشوا الموجودين معهم كل لحظة وشافوا كل قطعة بداخله. وأكيد الأجواء كلها تغيرت لما وصلت الملكة رانيا، وهي كانت حريصة أن تتناقش مع كل المصممين بأفكارهم وتشجعهم، ورجعت التقت بضيوف هالحدث وحكوا سريعاً عن التصاميم وعن المواهب الشبابية يلي تعرفوا عليها بهاليوم. وهالحدث رح يكون مفتوح للجمهور ابتداء من يوم الجمعة 6 أكتوبر.